السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتور محمد إبراهيم العطار، أخصائي العظام والكسور والمفاصل الصناعية وآلام العمود الفقري وعلاج تشوهات قدمي الأطفال بدون تدخل جراحي. إحنا إن شاء الله بنقدم خدمات عديدة جدا: علاج آلام العمود الفقري، علاج الآلام والكسور، علاج آلام المفاصل، علاج الخشونة، علاج التدخلات الجراحية والتشوهات عند الأطفال، وسواء بدون جراحة أو بدون جراحة. بنقدم في العيادة خدمات عديدة جدا، منها علاج المفاصل وآلام المفاصل، علاج الخشونة سواء المتقدمة أو البسيطة، التدخلات الجراحية، تثبيت الكسور، تغيير المفاصل، وده تايتل كبير قوي، مفصل الركبة، مفصل الحوض، وآلام العمود الفقري بجميع أنواعها، والتدخلات الجراحية في تشوهات العظام، والتدخلات الجراحية في تشوهات الأطفال وعلاج تشوهات قدمي الأطفال بدون تدخل جراحي. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا المعتاد حوار مع طبيب، مع دكتور محمد العطار أخصائي جراحة العظام والكسور والعمود الفقري. تناولنا في أول سلسلة حلقاتنا موضوعنا عن خشونة الركبة. بعد كده دكتور محمد يعني متبني مشاكل الأطفال، العظام عند الأطفال بمعنى أوضح. النهاردة دكتور محمد أو في الحلقة اللي قبل دي على طول مباشرة اتكلمنا عن لين العظام عند الأطفال. في حلقتنا دلوقتي النهاردة برضو هنتكلم عن مشاكل العظام عند حديث الولادة. برحب بحضرتك معنا دكتور النهاردة في حلقتنا التانية عند الأطفال، تكلمنا عن لين العظام، دلوقتي هنتكلم مشاكل العظام عند حديث الولادة، وده موضوع مهم جدا عايزة نتكلم فيه مع حضرتك. الأول برحب بيك معنا في البرنامج. أهلا وسهلا بحضرتك، إن شاء الله تكون حلقة قيمة الكل يستفيد بيها إن شاء الله. طبعا حضرتك، موضوع مشاكل العظام عند حديث الولادة موضوع مهم جدا جدا، يمكن ده من المداخل أو الأبواب الواسعة قوي اللي نقدر فيها نطلع بالطفل او نطلع بالنشأ بدون مشاكل، بمجرد ان احنا بنفحص الطفل كويس، مجرد ان احنا بنتابع الطفل كويس، مجرد ان احنا بنشوف الطفل هل ده محتاج يروح لدكتور عظام ولا لا، نعرضه على دكتور اخصائي في الكلام ده ولا لا، عشان خاطر ما ندخلش في اي مضاعفات. ودي وظيفة كل اللي موجود في غرفة الولادة. ايوه، الطبيب اللي بيولد الام، طبيب النساء، طبيب الاطفال اللي بيشوف الطفل في البداية، الأم نفسها أول ما بيحطوا لها الطفل جنبها، طاقم التمريض، وفي منهم عدد كبير قوي 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 عنده خبرة جميلة جدا 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 وكبيرة جدا في الموضوع ده، ويمكن هم عيون الصقر اللي موجودة في غرفة العمليات وفي كل مكان طبعا في المنظومة الطبية، بيوجهونا كتير قوي لحاجات ممكن نغفل عنها. احنا بنهتم بالجراحة، بنهتم بالحاجات الكبيرة، سلامة الأم، سلامة الطفل، بس أنا في عيوب كبيرة قوي لازم خلي بالي منها عشان خاطر تتعالج في اولها وما ندخلش في اي مشاكل باذن الله. طب دكتور محمد، احنا عايزين نتكلم عن اشهر عيوب العظام الخلقيه عند الرضع او عند حديث الولاده بمعنى اصح. من اشهر الحاجات اللي بنلاحظها او لازم تتلاحظ منذ الولاده، منذ الساعات بل الدقائق الاولى منذ الولاده، عندنا القدم المخلبيه، عندنا انحراف القدمين، التقوس الشديد في القدمين، التصاق الركبتين. المشاكل دي لازم نخلي بالنا منها. في حاجات تانية ممكن ما ناخدش بالنا منها ولكن موجودة منذ الولادة، القدم المسطحة اللي لازم نخلي بالنا منها. نيجي بعد كده الطفل نفسه لازم نلاحظه في الشهور الأولى، مش قصة ساعة الولادة بس، لأن في مشاكل ما بتظهرش إلا بعد فترة، زي المشي على أطراف الأصابع، وده مش لازم نلاحظها عند المشي، يعني لسه ممكن نلاحظها بدري قوي. الأم وهي بتغير للطفل، الجدة وخصوصا الستات الحموات والجدات، الناس الكبيرة في السن أكتر حد بيلاحظها أكتر من الأمهات، وزيهم زي دكاترة الأطفال عينيهم بتجيب الحاجات دي قوي، وهي بتغير للطفل، بتوقفه عشان خاطر تلعبه، بتهننه زي ما بيقولوا يعني. بتلاحظ إن هو مشط رجليه بس اللي موجود على الأرض والكعب عالي، ودي مشكلة علاجها سهلة قوي في بدايتها، ولو اتأخرنا عليها تاخد مننا جهد كبير قوي في علاجها. طيب انحراف القدمين للداخل او قدم بيقولوا عليه الحمامه، ده ايه معناه؟ المشاكل هنتكلم عنها باختصار خالص بلغه بسيطه جدا عشان الكل يستفيد. اولا انحراف القدمين للداخل او للخارج، دي هنلاحظها مع متابعه الطفل منذ الولاده، ومع متابعه الطفل
عند التطعيم ومع متابعة الطفل عند طبيب الأطفال ومتابعة الطفل عند طبيب العظام لو بنستشيره. الطفل رجليه مع داخلة لجوه شوية كده، بس مش مقلوبة، هي الطفل رجل طبيعية ولكن جاية بزاوية داخلية. في زيها بالظبط إن الطفل قدمه الاتنين سليمة ولكن جاية للخارج. في عندنا دي دلالات وعلامات لحاجات تانية كتيرة. أولا ممكن يكون مشكلة في مشط الرجل نفسه، ممكن يكون مشكلة في الساق، ممكن يكون مشكلة في مفصل الركبة، ممكن يكون، ودي الأشهر عند الأطفال حديث الولادة لما لاحظ العلامات دي، إن يكون عندي خلع في مفصلين الحوض، ودي مشكلة لازم تتعالج في الساعات الأولى أو في الشهور الأولى عشان الطفل ما يعيش معوق بقية حياته. دي مشكلة لازم نخلي بالنا منها. علاجاتها للأمانة بنحاول على قد ما نقدر نشخصها بدري عشان يبقى علاجاتها بدون جراحة، لكن كل ما نتأخر كل ما معدل استخدام الجراحة لعلاج التشوهات دي بتزيد. طب دكتور محمد، لو اتكلمنا عن الحاجة المهمة قوي اللي هي تقوس الساقين في ظل هذا الموضوع، برضو تقوس الساقين عند الطفل، ودي الحاجة المتلاحظة دايما معانا ومع الأم ومع الجدة زي ما حضرتك قلت أو الناس الكبيرة دي، بنحس إن الساق بتاع الطفل فيه انعواج، هو بيبقى واضح جدا، تلاقي فيه قوس كده. احنا من جايبين كلمة تقوس ساقين من المنظر العام بتاع الرجل اللي بتبقى عاملة قوس كده، ده لو اتكلمنا فيه هنقول ايه؟ وده برضو في ظل موضوعنا عن العيوب الخلقية عند الأطفال أو عظام عند الأطفال. نقدر نشخصه بسهولة جدا، وممكن نشخصه أثناء الحمل، متابعات الأشعة التلفزيونية على البطن، المفروض دكتور النساء الشاطر أو الأخصائي الأشعة التلفزيونية اللي بيعمل أشعة بياخد مقاييس العظام وخصوصا عظمة الساق وعظمة الفخذ، بيلاحظ ساعات إن في تقوس، ودي علامة من علامات نقص الكالسيوم أو زي ما بيسموها بالفلاح يعني باللغة أهلنا البسطاء زنقة بطن. بس انا مش كل طفل مزنوق في بطن مامته هيحصل له تقوس، لكن نقص الكالسيوم هو اللي بيؤدي للكلام ده. نرجع تاني نقول للام كل كويس، خد المقويات بتاعتك عشان خاطر ما تدخليش في مضاعفات. مجرد ما يتولد الطفل بيتعمل له الفحص بتاعه الكير بتاعه، بنلاحظ ساعات كتيره قوي ان الطفل رجليه مقوسه للخارج. في عند التقوس ده ساعات بيبقى ظاهري وساعات بيبقى مرضي في الهيكل العظمي بتاع الطفل. الظاهري ليه علامات كتيرة قوي، اولا نقص الكالسيوم بيعمل لي كمان مش مشكلة عظم بس، مشكلة ضعف في الاربطة، عشان كده بيحصل فيها ليونة زايدة. مجرد ما يحصل ليونة، احنا متعودين دلوقتي الطفل منذ الولادة بيلبس بامبرز، البامبرز ده بيفتح الساقين لبره شوية، احنا دلوقتي بنكلفت الطفل او بنلفه بكل حاجة نقدر نلفه بيها عشان خاطر ما تعرضش البرد او ان يحصل له اي عدوى او الكلام ده كله، فبينضغط الرجل تحس ان هي مقوسة لبره، ولكن ده تقوس ظاهري نتيجة ليونة الاربطة والعضلات، ما وصلناش لمرحلة تقوس العظام. في عند التقوس التاني اللي هو تقوس في العظم في الهيكل العظم نفسه، وده مشكلته برضو الاساسية نقص الكالسيوم، نقص فيتامين د، نقص العناصر الاساسية. بعد اتعامل معاها منذ الولادة لو هي موجودة منذ الولادة، وساعات بتنشأ عندي بعد سن 6 شهور نتيجة نقص الكالسيوم ونتيجة مرض لين العظام اللي اتكلمنا عليه في الحلقة السابقة، اللي بنسميه بالفلاحة عنده هشاشة، بس احنا في الأطفال ما بنقولش هشاشة، بنقول لين عظام، لأن لسه كل حاجة في إيدينا، عظمه طري زي ما بيقولوا يعني. طب وشخصناه بنعمل أشعة عشان خاطر نشوف هل دي مشكلة عظام بس ولا مشكلة عظام وأربطة ولا مشكلة أربطة بس، نبدأ نتعامل على أساسها مع الطبيب المختص بالعلاج. ما ينفعش ان انا ابقى شايف حاجه زي كده واهملها، ما ينفعش ان انا ابقى شايف وملاحظ حاجه زي كده، وده نداء لكل ام وكل حد بيلاحظ الطفل منذ ولادته، ما ينفعش نتاخر في العلاج، او على الاقل خالص ما ينفعش نتاخر في التشخيص عشان نعرف طريقه العلاج المناسبه. طب دكتور محمد، الركبتين المتلاصقتين عند اطفال حديث الولاده دي من ضمن العيوب الخلقيه تمام عند الاطفال اللي اتكلمنا فيها عن موضوع تشوهات العظام عامة عند الأطفال. لو اتكلمنا عن الركبتين المتلاصقتين ممكن حضرتك تقول لنا ايه؟ احدى المشاكل اللي لازم نلاحظها، اولا التصاق الركبتين ممكن يكون مصدره الاساسي اعوجاج في القدم، اعوجاج في الفخذ، اعوجاج في المفصل، ضعف في الاربطة، لأسباب كتيرة قوي. اول ما نبدأ نلاحظ حاجة زي كده هيتعمل فحص بسيط خالص، سواء بقى بمعرفة الأهل، بمعرفة طبيب الأطفال، وده الصح طبعا ان كل ما الطفل يروح له او منذ الولادة الفحص الأساسي يعمله فحص عشان يوجه الأهل يروحوا لطبيب عظام ويستشيروه ولا لا، دي مشكلة ولا لا.
هل هي ظاهرية ولا فعلا في مشكلة؟ طب لو هي ظاهرية بيبقى الضعف هو الأساس، ضعف الأربطة والعضلات. طب لو هي مش ظاهرية لازم ندور عن السبب، إيه اللي خلى الطفل يوصل للمرحلة دي سواء منذ الولادة أو بعد الولادة أو أول ما يبدأ يتحرك. طب نعمل إيه؟ نعمل أشعاعاتنا، نعمل الفحوصات بتاعتنا، نعمل فحص كلينيكال كويس قوي للطفل في الأوضاع المناسبة عشان نشخص هل دي مشكلة مفصل الحوض، مشكلة العظم، مشكلة عظم الركبة نفسه، مشكلة زوايا المفصل بتاع الركبة، ساعات هي بتبقى الأساس في الكلام ده كله. معظم الأطفال دلوقتي الأم بتيجي تقول أنا عندي ابني رجله لازقة في التانية، واحدة بس والتانية سليمة، هل دي معوجة يا دكتور ولازم عملية؟ أقول لها حضرتك لازم نشخص الأول عشان خاطر نقول هل ده علاجه أدوية بس، دوائي بس، علاج تحفظي بس، ولا تدخل جراحي. في النقطة الفاصلة دي حضرتك وصلت صح، ولكن يا ريت ما تتأخريش في التشخيص عشان خاطر ما نتأخرش في العلاج. طب دكتور محمد، القدم المخلبية لو اتكلمنا فيها برضو من ضمن الأعراض اللي بتظهر على الطفل حديث الولادة، هنقول ايه، هنوضحها ازاي دلوقتي للمشاهد ونعرفه يعني ايه كلمة قدم مخلبية الأول قبل ما نعرف علاجها ايه؟ مشكلة بنقابلها في الحالات اللي اتولد قيصري، الأطفال اللي اتولد قيصري أو اللي اتولد طبيعي. اللي اتولد قيصري غالبا بيبقى في دكتور اطفال بيستقبل الحاله وبيفحصها كويس وغالبا بيشخصها ويبعتهم للدكتور العظام عشان يتعالج. في بعض الحالات الولاده الطبيعيه اللي بتتولد مريض في الدايه او الاهل او الكلام ده ما بيبقاش في متخصص يشوف الطفل، ودي بتبقى معاناه شويه لو الطفل عنده مشكله ما حدش بيكتشفها، لان مجرد ما بيتولد بيعملوا ايه؟ بيلفوه ويغطوه، ما حدش بيشوف الكلام ده الا والدته او اقرب الناس ليه اللي بيغيروا له هدوم، وده كل فتره، مش الطفل مش بيغير كل ساعه. طيب انا دلوقتي المشكله دي الصح ان انا الطفل اتولد لازم اعرضه على حد، دكتور اطفال، حد متخصص، محتاج ان هو يتعرض لدكتور عظام يتعرض. ليه؟ لان المشكله دي بالذات عباره عن مضاعفات من بدايتها. كان زمان عشان نعالج القدم الخلبيه دي بعد ما تتشخص ممكن نعمل من 6 ل 10 عمليات جراحيه عشان نعدلها، ما كناش بنقدر نتعامل مع الطفل في التدخلات الجراحيه منذ الولاده، ولكن حاليا وصلنا لمستوى كويس الحمد لله، وفي طرق علاجيه تحفظيه جميله جدا بنعالج الطفل في عمر ساعة، يعني بعد الولادة بساعة بيبدأ علاجه ببعض البوزيشن، التعديل للمفصل، تعديل المفصل عن طريق حاجة اسمها بونسيتي تكنيك، ده تكنيك مشهور على مستوى العالم بنعالج بيه القدم المخلبية، ولكن ده يعني تكنيك محتاج مهارة، مش أي حد بيعرف يتعامل معاه، مش أي حد بيعرف يأديه، مش أي حد بيعرف البروتوكول بتاعه. فنصيحة، استشر طبيبك، اوصل للعلاج المناسب، توصل لنتيجة مناسبة إن شاء الله، وطفلك يعيش حياته من بدايتها بدون عيوب خلقية. طب دكتور محمد، أنا عندي سؤال مهم دلوقتي عايز أسأله حضرتك، اللي هي العادات السيئة منذ بداية الولادة أو الساعات الأولى من الولادة على الطفل، في وجود حاجات تأثر على عظم الطفل، من شيل، من حط طفل، من استعمال بامبرز، الحاجات دي كلها. ده سؤالي المهم اللي عايزة أسأله، أعرف إجابته من حضرتك، بس هسمع من حضرتك الإجابة بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، فاصل ونعم. مشاهدينا الكرام، ورجعنا لكم بعد الفاصل، وكنا بنسأل الدكتور محمد سؤالنا المهم، إيه هي المخاطر اللي ممكن تحصل للطفل أو تعرضه لأزمات تبقى متظاهرة قدامنا في العظام نفسه بسبب التعامل معاه الخطأ. برحب بحضرتك مرة تانية دكتور معانا. أهلا وسهلا بحضرتك. طبعا السؤال اللي حضرتك قلتيه مهم جدا جدا جدا. عشان نتفاداه لازم نعمل حاجتين، أولا نبقى عارفين العادات السيئة، ونبقى عارفين نتفاداها إزاي. العادات السيئة في حاجات في العادات والتقاليد والعرف اللي موجود، عشان نغيرها بنغير ثقافة مجتمع، وعشان نتعلم فيها، نتعلم الجديد منها، لازم نعمل حاجه اسمها تريننج لكل ام، ازاي تتعامل مع نفسها اثناء الحمل، ازاي تتعامل مع طفلها اثناء الولاده، ازاي تتعامل مع طفلها بعد الولاده، ومش الام بس، لا ده كل المصاحبين ليه. وده للامانه بدا البروتوكول ده مطبق في بعض بلدان العالم، طبعا عندنا في مصر هنا مش مطبق بنسبه كبيره، او بمعنى صح بنعتبره او لا زال ثقافه شخصيه، ولكن احنا عايزين نوصل بيه انه يكون ثقافه المجتمع.
اثناء الحمل لازم عشان الطفل يبقى كويس وما يدخلش مني في مشاكل، لازم اكل كويس واتبع التعليمات السليمه اللي ما تضرش بيا ولا تضر بالحمل. اثناء الولاده كل التيم اللي موجود داخل غرفه العمليات، او بمعنى صح من قبل غرفه العمليات في تشخيص الحاله، في تحديد نوع الجنين بالسونار او بعد التحاليل اللي بتتعمل، المخالطين للام او المخالطين للطفل اثناء الولاده، سواء اللي بيعمل له النيتال كير، سواء اللي بيتعامل معاه بان بيلبسه هدوم، اللي بيقلعه هدوم، اللي بيمسح له، اللي بيتعامل معاه في البامبرز، اللي بيتعامل معاه في الحضانه، اللي بيتعامل معاه في البيت، لازم نتدرب على ده كله. والحاجات دي موجوده وموجوده بكثره، ما عادتش المعلومات فيها ضئيله، لا بالعكس ده موجوده وموجوده بطريقه مبسطه جدا، ممكن نتعلمها بسهوله جدا عن طريق الانترنت. الشبكه الدوليه موجود فيها الكلام ده، سواء فيديوهات او مقالات او اراء لاطباء وابحاث موجوده مصوره كمان. طيب انا دلوقتي عرضت المشكله وبدات في حلها، طيب ايه هي بقى العادات اللي بنقابلها كتير قوي في محيطنا الجميل اللي احنا عايشين فيه؟ طيب مبدئيا من اول ام ما تبقى حامل يقولوا لها لا انت ما تعمليش، ما تاخديش، طبطبوا عليها، انت ما يعني ما بتاكلش، خلاص سيبها ما تاكلش مش مشكله. لا بالعكس، انا لازم اهتم بالغذاء بتاع الام عشان غذاها من غذاء الطفل من غذاء الام. طيب وصلنا لمرحله الولاده، لو عندها صحه كويسه، عندها طاقه ان هي تقدر تولد، الولاده الطبيعيه مفيده جدا 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 سواء للام او للجنين. طب وصلنا لمرحله الام ضعيفه وهتولد قيصري، لازم الطبيب المعالج بينقي التيم المناسب عشان خاطر اللي هو الماهر اللي هو يقدر يتعامل في اقل وقت ممكن وباعلى كفاءه. الولاده تمت بنجاح. بعض العادات الخاطئه ان انا ممكن وانا بحرك الطفل بعد طلوعه من بطن الام بتعامل معاه بعنف شويه او بعدم حرص، بيحصل بعض الكسور، ممكن يحصل خلع، ممكن يحصل حاجات كتيره قوي. طيب اتعمل له النيتال كير، ممكن اسيبه شويه؟ لا لازم الاحظه، اعمل له فحص كامل من اول منبت الشعر لحد اخمص القدم، ما ينفعش اسيب في حته ما اشوفهاش. دي الفرصه الذهبيه، الطفل قاعد قدام من غير ما لبسش لسه، ما يعرفش يعني ايه لبس، فبالتالي انا بفحصه وانا مطمن مش خايف عليه. لكن لبس الطفل اللبس بتاعه كده صعب ان انت ترجع تفحصه تاني، هيبقى العياط والصراخ بتاعه ما بيتقطعش. طيب انا دلوقتي لما اجي البس الطفل بلبسه لبس واسع فضفاض شويه، ويكون يا ريت يكون من القطنيات، ما ينفعش اتعامل معاه بحاجات فيها الياف بتعمل موجات كهرومغناطيسيه والكتروماجنتيك في التعامل معاه جدا، ممكن تعمل له حساسيه. الحساسيه دي تخلي الطفل يبكي، يرفص، يتحط على وضع مش مناسب، اقعد اقلعه والبسه، ممكن يتخلع مني اي مفصل من المفاصل، ممكن يتحصل له اي كسر من الكسور في العظام الضعيفه اللي موجوده دي. طيب انا دلوقتي خلاص اطمنت على طفلي، عملت له فحص كويس، دكتور الاطفال طمني ان ما فيهوش مشكله، مش محتاج استشاره. الاهل بقى ما ينفعش اسيب الطفل بين ايادي الاطفال يلعبوا فيه، ما ينفعش اسيب الطفل بين ايادي الناس اللي ما تقدرش تقدر يعني ايه طفل والمعامله معاه اللي هم بيتعاملوا بعنف شويه. لسه لا. مولود الطفل ده زي البسكوته، اتعامل معاه بحنيه، اتعامل معاه بلطف عشان خاطر اجنبه المضاعفات. ما ينفعش اشد الطفل من دراع واحد، ما ينفعش اشد الطفل من رجل واحد، الا لو بعمل له كير وحد متخصص. لازم اتعامل، اتعلم ازاي اتعامل مع الطفل. أكيد. حصل خلع لازم اعرف، حصل كسر لازم اجري، ما ينفعش استنى، عشان اعمل الاسعافات الاوليه، عشان اقلل المضاعفات، عشان ياخد العلاج المناسب. يا جماعه ما ينفعش ان انا اسيب الطفل للاطفال يلعبوا بيه، لا سيبوهم يفرح، سيبوهم يفرح طفل جديد زي الشمعه الجديده اللي دي كلمه المعتاد، عايزين نفرح اخواته او الناس بتوع العيله، كل طفل يشيله شويه. دي تمام. المشكله كبيره. اختم النقطه الجميله اللي حضرتك اثرتيها دي بكلمه واحده، ثقافتنا لازم تتغير في كل الحاجات، او بمعنى صح في كل العادات السيئه، لازم العادات المجتمعيه تتحسن للاعلى، وده مش هيجي الا بنشاطنا الثقافي، بنشاطنا الاجتماعي، بان المثقفين ينشروا الوعي بين الناس، بان الاطباء ينشروا الوعي في عياداتهم بين الاهل وبين الاقارب وبين الاحباب وبين الحالات المرضيه اللي جايه. ما ينفعش نسيب الناس مع عاداتها ونرجع نشتكي منها. شكرا لحضرتكم، وشكرا لحضرتك على السؤال الجميل ده. طب دكتور محمد، من حضرتك ذكرت العادات اللي مش هنقول السيئة، اللي هي ما فيهاش دراية أو ثقافة عالية، في من ضمن العادات دي أنا اللي ملاحظة أنا كمان ده بيسبب برضو ألام في العظام وفي المفاصل بالنسبة للطفل، اللي هو البامبرز، لبس البامبرز بطريقة معينة. يعني عندي بيبي دلوقتي، أنا أحس الحاجات دي بنفسي، محطوط على السرير لسه مولود، فال يعني عايزه اقول لحضرتك بيلبسوه بطريقه مش صحيحه خالص بالمره، لازم البامبرز بيبقى مشدود قوي على الطفل،
يقعد بالساعات عليه. طبعا ده شيء رهيب وشيء غلط، مش صحي خالص. دي حاجة. طبعا البامبرز لازم كل ام وكل المحيطين بالام بينعرف ان هو ليه مدة زمنية من الوقت معينة مفروض يتغرف فيها كل قد ايه بالظبط. حاجة تانية من ضمن برضو الاسباب بالنسبة للطفل، عايز اعرف رأي حضرتك في موضوع حزام الظهر عند الطفل المعتاد عليه من الامهات بقى الكبار. يا بنتي لازم طفلك ظهره لحد مش عارفه 40 يوم ولحد 60 يوم والكلام اللي حضرتك عارفه ده، ظهره بيبقى ليه حزام معين لازم يتعامل بيه عشان تقدري شيليه بقى وحطيه وهاتيه هنا وهاتيه هنا، انت ما تخافيش خالص عليه لان هو ظهره مربوط برباط. موضوع رباط الظهر ده رأي حضرتك فيه يا دكتور محمد، عشان برضو نوجه النصيحه دي او المعلومه دي لكل ام. انا يهمني دلوقتي كل ام تعرف مني المعلومه دي، حضرتك هتقول لي ايه؟ ثقافتنا لما تتعدل ما هنبعد عن المشاكل والمضاعفات. لما اجي اتعامل مع الطفل وخصوصا في استخدام الحفاضات، ما ينفعش ان انا اسيب الطفل في الحفاضه فتره طويله، يحصل له التهابات، يحصل له تسلخات، فبالتالي يبكي ممكن عشان يفادي الالم. طفل مش واعي، غريزه ربنا جعلها في كل طفل، بيعمل الوضع اللي يفاديه الالم، فلو اعتاد على الوضع ده بيحصل ضعف، ممكن يحصل ضمور في العضلات، ايوه يحصل بعض التشوهات في المفاصل، يحصل بعض الاعوجاجات في العظام تمام بسبب مشكلة بسيطة جدا، ان انا ازاي ما بعرفش اعمل كير لابني كويس او للطفل اللي موجود عندي. تمام حضرتك اثرت مشكلة ترجع لثقافات قديمة قوي منذ الفراعنة، فمش ايوه هينفع نغيرها بعد اذنك. يعني حزام الظهر، تمام، حزام انا الظهر عايز اعرف انا منها بقول ان لك، كانت صحيحة ومن عدمها انا بس هقول لك مش بس اكتر. فيها جزء صحيح وفيها جزء غلط. الجزء الصحيح لو استخدمته، اولا الحزام يكون عريض قوي، واخد بيسند الصدر والظهر والبطن، ما يبقاش مشدود قوي، بيتعامل في اوقات معينه، اللي هو انا الطفل مثلا خارج بيه او الطفل بتعامل معاه، بنقله من مكان لمكان، بيساعد معاه شويه. طب لو انا عملته بطريقه غلط، ان انا شديت الحزام قوي او الحزام كان رفيع ما كانش عريض واخد مساحه كبيره، خلاص بيعمل لي اعوجاجات في الضلوع، بيعمل لي اعوجاجات في العمود الفقري، ودي مشاكل لازم ناخد بالنا منها كويس قوي. تاني حاجه، الحاجات دي بتخلي الطفل عباره عن كتله من الحراره العاليه، الطفل نفسه بيصهد زي ما بيقولوا او جسمه فعلا بيدفى فعلا شويه، مجرد ان انا افك الكلام ده الطفل بقى عرضه ان ياخد رطوبه، بياخد برد، بيحصل له التهابات. طبعا يبقى عشان استخدمه او اخلعه لازم برضه بطريقه صحيحه، يبقى في اكيد مكان مقفول، ما ينفعش ان يبقى في باب او شباك، ما ينفعش في مروحه او تكييف شغال، تكييف اخاف على ابني عشان ما طبعا يحصلوش التهابات في الاربطه والعضلات، لان ما ينفعش ان انا اقول ده عظمه سليم امال هو بيعيط ليه. لا طبعا الطفل ما بيعيطش الا بسبب، بيحصل التهابات في العضلات زيه زي الكبار بالظبط، فلازم نحترم السوفت تيشو اللي هو الانسجه زي ما بنحترم العظام القويه. ودي نصيحتي لكل ام وكل جده، خلي بالك كويس قوي وانتي بتراعي الطفل سواء بقى ابنك او حفيدك. نصيحه تانية، الثقافه لازم تتغير، لازم العادات السيئه نبطلها، لازم نهتم بالعادات السليمه. نصيحتي ليكم استشر الطبيب في الوقت المناسب عشان نبعد عن اي مضاعفات. دمتم في امان الله، وشكرا لحضرتك طبعا الحلقه الشيقه والاسئله الجميله ميرسي اللي بتفاجئني بيها كل ميرسي مره دي، وان شاء الله ميرسي نتقابل بقى على لحضرتك خير. دكتور محمد، انا بشكر حضرتك فعلا على الحلقه الظريفه ديت اللي هي تهم كل ام، وبتمنى اوصل برضو معلومات اكتر افاده لكل ام في بالنسبه لها ولطفلها لصحتها وصحه طفلها في موضوع العظام. في نهايه الحلقه بشكر حضرتك جدا، ونفوجئ المشاهد بقى بالحلقه اللي هنختم بيها سلسله حلقاتنا الحلقه الجايه عن علاج تشوهات قدمي الاطفال بدون جراحه، وده موضوعي المهم قوي والكبير جدا، والحلقه الجميله اللي بتمنى ان كل مشاهد يستنانا عشان يشوفها ويستمتع بيها ويستفاد منها كتير. شكرا لحضرتك دكتور محمد. شكرا لزورك يا فندم، ونتقابل على خير ان شاء ان الله، شاء دمتم الله في امان الله. ان شاء الله. أعزائي المشاهدين في نهاية حلقتنا بنشكر حضراتكم جدا، ونتمنى نكون قد أفدناكم، وبإذن الله في الحلقة القادمة مع دكتور محمد إبراهيم العطار أخصائي جراحة العظام والكسور هنكون لنا حلقة جديدة وجميلة إن شاء الله بإذن الله في الحلقة القادمة، وقريبا جدا انتظرونا.